لماذا لماذا إذا تلجأ روسيا لمثل هكذا صواريخ وهي الآن كانت قد شنت ضربة واسعة على مدن أوكرانية بصواريخ دقيقة وعالية الدقة وبعيدة المدى كما تقول في روسيا مستعدة لشراء من إيران المسيرات وهذه هذا النوع من الصواريخ حتى ولو ألقته في البحر لأنها تريد وقوف إيران بباقي المجالات كالنفط والغاز والموقع إلى جانبها كما هو الحال في سوريا. يعني تعاون إيراني روسي في سوريا كان والآن دخول في الحرب الأوكرانية بنفس الخندق. نعم إيران انضمامها إلى المعسكر الشرقي يقوي موقف هذا المعسكر يقوي موقف المعسكر الشرقي. لذلك يعني أؤكد على بأن روسيا مستعدة أن تشتري منها الأسلحة وتلقيها في البحر مقابل استجلابها إلى أو الاصطفاف إلى جانبها في هذه المرحلة. شكرا لكم الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد حاتم الراوي، كنت معنا عبر الهاتف حول المسيرات الإيرانية إيرانية الصنع التي قدمتها إيران والتي تنفي في كل مناسبة بتقديم هذه الأسلحة إلى روسيا، لكن كما بدأنا هذه الحلقة بأن البيت الأبيض أكد استخدام روسيا للطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب حرب روسيا على أوكرانيا.